بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اتلى بيده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شرح أسهل المسالك على مذهب مالك ومازلنا نتابع باب العقيدة. نبدأ من حيث انتهينا البارحة والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وكل ما قد جاءنا عن الذي من ملك وأنبياء وكتب أو يومنا الأخير أو أمر السماء. نعم. إيماننا غيبا به قد رزما. نعم. صلنا البارحة وقفنا عند قولت واليوم الأخير اللي هو يوم القيامة وما يشمله لا يعقب الشر لمزال الشر. شو معناه؟ كذلك كل ما جاءنا من خبر السماء كل وحكام خبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا نعتقد على انه ما يرجع لورا. لهل مولانا احلف على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء الا حق. قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. انا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يرجع له إني خبر بالنسمة له الطيح الاتراب ما في النقاش. إني خبر بأن فلان في الجنة وفات أخباره. إني خبر أن واحد في النار ما ينفع فيه العلاج والعياذ بالله. إذا كل خبر جاءنا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن السماء يجب الإيمان به. ولكن إذا خبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يوفه هو الشريعة كان. وأحكي لكم قصة معروفة في السيرة جرت لأبي بكر الصديق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء الشهر السماء انعاد مع الصباح النبي صلى الله عليه وسلم خبر بها بعض أصحاب والحق ذا أبو بكر مشى شوي قبل واحدين من الكفار وقالوا طيب أرى أن أجبرنا بعد رواية فرقوا بها بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نقرضوا له في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا شنه؟ قالوا اللام بلغوها على النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه اللي يقول ما هو حق. رأيه قال انه بات البارح ساري وانه جار بيت المقدس وبيت المقدس بينه هو ومكة قد اللي فوت الانسان اللي راكب على زايلة من البر يبطها شهر كامل حد يوصل لبيت المقدس. اللي ندعى انه قاعد البارح وطى بيت المقدس وطلع وقاس السماوات وشاف الجنة وشاف النار. قالوا هذا ما له يعلم به حد من اصحابه ما قيم ماش عنه. يعرف انه ذا عنده ما هو حق انه ذا اللي يقول ما هو حق. قيموا واحدين من الكفار يشكوا فهر ابو بكر صديق رضي الله عنه. قاموا يشكوا على رونين جبروه قالوا له انت سمعت بذلك؟ قال صاحبك. قال له مش قال. قالوا له قال اعلنه
انه سأسري به البارحة وانه وصل الى بيت المقدس وفعل ورعى وفعل وفعل. قال لهم انتم قال ليش ملاك تقولوا عنه الشماء وحق؟ ان كان قد قاله فقد صدق، ان كان قد قاله فقد صدق او فهو صادق. يعني خلوا الكلام، ان كان قاله فقد صدق. شوف راجل مركب مخبر بمر ما يصدق لعقار العادي في العاديات ما يصح، ما شاف تشهر يقول ملاها انه ترك البارح وانه قاعد مشى شور بيت المقدس وطلع شور السماوات وشاف الجنه وشاف النار وخلق وخلق وصبح تاكي عند القيام. العاد فيه مو المخلوق يرتد عن دين الله والله يشك واقع، ومع هذا المخلوق ما اخسر همه. قال لهم ان كان قال ذلك فقد صدقته، ماني محتاج قاعد اسمع من فمه اخبار اللي يعود هو قالها. يعني نرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له القضيه وقال له ايش قال لهم؟ قال لهم سووا له قاع واحده من المشركين. قالوا له انت؟ قال لهم انا ما قد نشك في هذا بي اللي قال لهم اعبدوا الله على اساس قوله، فكيف اشك في خبره انه وصل الى مسافه كذا وكذا؟ انا نعبد مولانا ذلك العد الكامل اللي تاكل عليه هو انه صادق، كيف نشك في انه قطع مسافه ما اصلا تنقطع؟ قالوا له من ذلك الوقت قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انت الصديق. انداروا له خطوطة ما يجبرهم عسكري ولا مدني إلى قيام الساعة، ما هو إن تفضل الله عليه، وهو مقام الصديقين المقام المتولي الأنبياء. الأنبياء ما متوليهم درجة ما هو الصديقين، شهداء بينهم عام ياسر الصالحين قاعد لأشكم عدو خالقي. الصديق المقام الدرجة اللي فوقها إلا النبوء، ولا يجبرها من هذه الأمة من شي مخصوص عليه ما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صحابة الأخرين لا يزقنه، مرة النبي صلى الله عليه وسلم طالع لكديد جبل أحد كدي أحلى المدينة، تم طالع ليها ومعاه اللي أبو بكر وعمر وعثمان لا ثلاثة من شنرالات الدعوة إلى الله. شو ممكنون اللي الدين اللي الواحد قوته كاملة دائرها اللي في علي كلمة الله، هو الجميع اللي أعطاه مولانا من قوة يدور الله المولانا. تموا ماشيين على الكدية إن قام التحرك، النبي صلى الله عليه وسلم انصق الجبل قال له اسكن يا أحد اسكن. قال له يا أحد يا الجبل هنا، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، اسكن يا أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ما أحرك الجبل وراه هنا، والله أعلم الجبل كانش محرك به لين قال له اللي عليه هنا، معناها لو عاد عليه شم التوب شابه وقاع يحرك حتى ما دام عليك ذو الأوتاد هنا اسكت، هذا ما هو وقت حركتك. قال له اسكن يا أحد إنما عليك نبي والصديق لاحظه والشهيدان. اسمعها عمر وعرف أنه دور ينكتل في سبيله، واسمعها عثمان وعرف أنه دور ينكتل، وابو بكر يسلك من ذاك قال له الصديق دار له درجه فوق الخلطه، هاو الخلطه وراك وانت سابهم، وهو يراه انه يتكلم على الكبية ومع هذا وحي يوحى علمه شديد القوه. لكن الله يقول يا عمرو على كبية، لكن لا نبلغ عن مولانا. والصحابه اللي يلقطوا كل كلمه طاحت منه صدرت منه معناها يعرفون ياك وحي من الله، ما يرجع له يطلق حتى لن يتبسم في روايه معناها ان ترضي مولانا، ولي العقد وجهه في روايه معناها ان ما في رضا مولانا. هو كامل مرقلي جميع عروقه وتخراص وتبسام وقعدت وتكي على يرضي المليك صلى الله عليه وسلم. كل ما جاءنا عن النبي من خبر السماء يجب الايمان به. اسوى سدره المنتهى اللي احنا ما قد شفنا لا سامعين بسدره المنتهى، واسوى الجنة واسوى النار لا هي عقب يجيب شي من تفاصيلها. كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار الغيب معناها الاخبار اللي احنا ما قدنا نوصلوا ولا خارج حد يقدر يعرف، لان القرآن اللي فرفر ياسم انه قاعد لها الغيب لها الاشياء اللي ما تشوها بعينك. ولذلك القرآن يذكر ياسم الانبياء والله واحدة منهم ونيوفى منهم يقول تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها فاصبر ان العاقبة للمتقين. ذلك من انباء الغيب، يقول ها عاكم شي من الغيب ما فيكم ما احد عنده قطرة. ولين تسول عنه الناس المرقبة قدروا يختلفوا لك به ما عندهم خبر حقيقي،
ومع ذلك ينقل لك مولانا ما في قولان ولا في تردد ولا في خلاف، وما يبدل القول فيه وما يغير. إذا واجب اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من غيب السماء وغيب الأرض. ومرة يخبر عن شي مزار جاي، تبرى مرة على الصحابة وخاصة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، قال له يا ابن عمر، وهو واحد من المهاجرين، قال لهم خمس بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال لهم خارقنا خمس مسائل ما زالوا لا يخلقوا، ما تخرج واحدة منهم، ما خلقت مقابلتها عمارة قنبلة. خمس بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهن. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس بخمسة ضبطوهم، انتوا ضابطينهم، ما فيكم حد يكون يعرف. خمسايه كل واحدة مقابلتها عمارة قابلتها قنبلة. ولذلك النبي لما يخاطب المهاجرين وبالذات عمر بن الخطاب، معنى عبد الله بن عمر، قال لهم أعوذ بالله أن تدركوهم. وكان ذاك الوقت يتخاطب مع عبد الله بن عمر غير حاضرين شي من أكابر المهاجرين، وطبعا لا مانع من يعود معهم واحد من الأنصار. قال لهم خمس بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهم ما ظهرت الفاحشة في قوم حيث يعمل بها علانية. يعود الصناعة واضح ما ترى مدرج، يهنو ما ترى استحاض، يسناو على المبدية ويسناو ما هم في مبار ولا هم في دار، وذا معلن يراعى فيه ولا في حد هايبشي. يجي مولانا الموت اللي بلا سبب ويطلص الطاعون، والطاعون وباء أول مرة عذاب ما قط عاد في الأرض. إلى خارج مرة بنو إسرائيل طلصوا رجالتهم على علياتهم عادوا يزنوا بهم ذاتا، أطلص مولانا عليهم طاعونا فقتل منهم أكثر من 70,000، قد مقاطعة فرقة كاملة جمدة. يهين عادوا يشكوا لموسى والله لذاك اللي شاكين له، يا كان مولانا يرفع عنهم ذا البلاء لأنهم مثل قد يدفن الموتى. 70,000 عادت الله من الزنبار ما تبص عليه في تكس. وكم اليوم مطروسه موريتاني من علامات الزنا، وقدامكم الحملات اللي هي خريف الزنا. ولين يجي مولانا السحاب يمثل قدروه القايس روسه من المتبرجين والمتبرجات الذين لا يخافون الله، ويمثل طريق الجوشت وتمثل طريق الامل، وضواحي بيت الميت وبينه وولاك، وضواحي ولاية العصابة والنعمة والعيون كل بليدة، ألا يأكلون ويتنعمون في نعم الله ويجاهرون الله بالمعاصي. وهذا يجر العذاب ما عنده علاج، والسلطة ما تغير صنادرتها، بل قاع يشاركوا في القضية حاضرين، ومناتهم ثم وزوجاتهم ثم، ولا ناهي ولا منتهي. عاد فترة الخريف على موريتاني فترة نوع من المعاصي لا يعرف له مزيد، وهاي النشور العجيب الفلاني، وهاي شور الخيام الفلانيات، وكأن كلها يجر يملأ وقته من جزوان وإرصاص وقيم ماشي يبحث. تموا يا عباد الله غيروا المنكر، العالم الآن قايم فيه العيار من عاش انفلونزا للخنازير، سنتات في الطيور ومن ثم قاسة الخنازير. الدول العربية وصلت فيها إلى 90 حالة، وموريتاني مفتوحة على كل شيء، ما عندها طب ولا عندها شيء، ولا شيء من فضل مالك الملك في المملكة المغربية وفي مصر وفي السعودية قال وفي الإمارات وفي البحرين وفي الضفة الغربية في فلسطين وفي الأردن 3 حالات مسجلة، وعالم قايم عياط من زكام الخنازير.
هذا كامل من قلة الحياة من الله. الدول ومسألة ما تجي تخبطها بعنارة ولا تجي تقضونها الصنقة وتقول لهم لا تخلوها تقطع شيء. خنازي واحد يعدي واحد والخنزير ينفر على واحد تنطمر الدنيا كامل. العالم عدل انه يتطور. هو ينعت مولانا رسائل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. المدى ما عندها ما تسأل الله العافية. هذا من شاب متبرج في شوارع نواكشوط ومرجارب لا يخافون الله والسلطة ما تردهم عن شيء وعلماء ساكتين وأئمة واحلين في السياسة. عاد الدنيا الخارجة منه حتى الإسلام المديور منه بلا صح مادة تتهالك. كان وياك ما عاد من الزر وياك من الزر فلان وانت من الزر فلان ودين مولانا عاد مديور فيه البلاجس مديور فل وشي ينتكل وشي شرط هو وايف وأحزاب وطوايف. أهل اللي علي ينفرفر هذا وانتو ما تعرفوا وفيكم محدين لا يعرفوهم تمادين فيه وماشين فيهم ملي ومستعدين يدعموه ويعودوا حاضرين معايا ويصنتوا ماشين على طول ملي ما أرادهم شي. مهرجانات ما يشتد فيها اخبار المصحف ولا تطبيق شرع الله ولا تطبيق حدود الله على الزنا. الزنا قاع ما ينسمع وقذف المحصنات المؤمنات اللي قال مولانا يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عاد عادي الزنا عادي شرب الخمر عادي أكل الربا عادي كلها يتحرص الدنيا ماشي على طول ومعاها شهادة أن لا إله إلا قالوا لا إله إلا الله لا تزال تدفع عن صاحبها البلاء حتى تصبح ما تلا ترد عن معاصي فدعت لا إله إلا الله ما تلا تحمي. وجاء في الأحاديث إن الناس يوم القيامة في آخر الزمان يعودوا يذهبون إلى صلحائهم فيدعون يلتمسون منهم الدعاء فإذا أراد الصالح أن يدعو وإن قالوا لا أما أنت فدعوني أستجب لك وأما غيرك فلا. يعود عاد الصالح إن قالوا اطلب لي أنت به اللي ملتزم يا غير أنك تطلب منارة للناس لا أقبل منك دعاء. تعود الناس عاد الأشكات للصالحين بها طغيان المنكر ما لا تسلم موريتاني ما تعرفين تجيها الزلزال يمحي منها مقاطعة والله ولاية. حد شاف زمن الزنا من ما يرد وشاف من علامات وشاف من قلة الحياة. الشرطة بتباكى تصاوع وتع على سبة انها ما عندها كارت جريس والله ما عندها صرانس والله ما عندها ما عندها يا غير الناس اخرت وقتها صالحة تعصي لها كما تشاء ما فهم مشكلة مشي مشي على طول يتوخوا عليهم ما هي كلمة وكارين بسرهم ومعروف ولي تشكل السلطات إلا من رحم ربه يعامروا صمع الناس وعادوا قاعد فيهم أخذينين يشيهم ألقى الشاكي إن قالوا الناس عند الحرية خلي عندك حرية هذا الناس معطينهم هذا نقاضينهم من عند الحاكم والعمدة. هذا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. أين علماؤنا يا عباد الله؟ أين أئمتنا؟ أين دعاتنا؟ أين فقهاؤنا؟ أين أولياء الله؟ الناس اللي نخدالها ونهولية ومعادة راعي في البلد مهدد وحد اسمع هذا من الأبواق اللي تبات على طول صامك الناس ما تقدر تسمع المسجد اللي بسرق ولا لا بيك ستندرات الحملة والرجال اللي باتوا ما قطوا عاو لصلاة الصبح في الجماعة يا غير مستعدين يباتوا الصهرانين إلى طلوع الفجر في الحملات والناس اللي ما قط جبرت من عندهم 10,000 لبناء مسجد ولا لمحضرة ولا إسعاف يتيم ولا محتاج عند من تخرج الحملات له مالك يسخون بالملايين عادوا يعطوا بسخاء عادوا يرفضوا قطوا عادوا يعطوا للقبائل والمجموعات. الناس تنباع تقول الحرية وهي عاد تنباع جا. كيف تعود حرية موجودة والخرق ينباع؟ الله يحلم. هذا اللي نقول لكم ما ينقال
يا غير إلى ما قلت وأنا وخليت من الله يقولوا يا عباد الله. يا الله الناس بعد تقولوا كامل به اللي هذا واجب هالشرع لعل يجيب لنا مولانا على بيطمرنا كامل. ألف الونزة الخنازير يهدد العال حمة تكاد تقتل رجاه بها شدة الحر وزكام وعطاس يكاد يهلك الشخص وعصره الخنزير اللي حدوا مولانا مع الميتة والدم ولحم الخنزير كانوا العالم ورب في الدول الإسلامية وعاد مفتوح فيه المجال عاد العياط قران ما معروف للبلا أخباره. قلتم أني هذا قل هو من عندي أنفسكم موريتاني مرضاها قاع عادي ما مجبرين حد يداويهم يموتوا عند الطب لم يجدوا أحدا يرحموا به اللي عنده مادة قوية ترفضوا قاع إلى الخارج وتقطع النبيات وتعطيه قدر يكفي والضعيف لا حول له ولا قوة يا غير يعود زمن لأصواته الناس كاملة ينبش عنها في ديارها وهي عند من يجيها الآفات والمكروهات ما تجبر حد من أهل الأصوات. واحد ما حد طامع فيك أقرب لك من أيدك ويوم معدل منك غايك يدير دونك حكمة وصندري ويقول له اليوم ما نبقى فيك الله يحلم ولأن دارت من أيدك دير فيها قارب والناس اخرقها ما عند الحق. هذه ما هي موريتانيا إن كنتم لا تعلمون. الله يحلم جربت المرة الأولى وجربت الثانية وجربت الثالثة والعاشرة والمية ما كافي هذا. واحد زمن الحملات كلها يدعى أنه صحابي جلي وأنه سيبني لك جنة فردوس وعند من يعدل منك غايته ما تلقى تجبر بها إلى عاد بتليفون ويقفلها ولا عاد كنت تعرف معارف يقول لك بويا مات أنا جابرين وقع لهوالك قاع ابن طاحت في بحر يعني توفى دورت ويعود طامع فيه لهو جاي عدل لك انه تائب ونادب والنية ان لا يعود وهو اللي هو موريتاني يلا يترشع فيها لا حد ما هو من موريتاني لا حد نازل لها من السماء. اما اللي هون زاد زقنت به كم وحد ما تعرفه بيوت الله ولا تعرفه ملتزم بدين الله يغرك لا ادعى لك انه له عدى الله عدى حتى ما يخاه من مولانا ما ينطمع فيه طيب حد ما هو خايف من جانب الله ما يعول عليه. خمس بخمس انا السيد خمس بخمس واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم اللي هو الزنا حيث يعمل بها علانية الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن معروفة في اسلافهم قالوا انه ما يظهر الزنا يعود عاد منتشر ما شاء مولانا امراض ما قد تسمع به. اليوم توخل على الشارع يهيا لك ثلاثين فارماسين متناظر وكلها عنده شي من بكاكط ودواء يدحس المرض يزداد والدواء يزداد وده ما قادر ينقضى عليه. قالوا من اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم انه يخلق الزنا وينتشر في امراض ما قد تسمع به. كم الآن ينقال لك من أشياء المرض اللي تمشي ترود لقاه يقول لك ده معنى شو لأن لسه ما قد صبعت فيه موريتاني الطاعون قاع خص من ذاك الإجابة. وما منعوا المكيال والميزان طففوا المكيال معناها ما طففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسني ما يعود عاد ميزانهم كالي ميزان مات لوافي ما تمشي لارك شور بياع الحق ولا بياع خضروات ولا بياع الجبت دقي ولا اي رواية تبتسل الا قليلا ماذا هو لكم حد الحال الميزان وموتى ما نقص المكيال والميزان الا يعاقبهم مولانا بهذلت عقوبة يعود الميزان مادرتان والكيل مادرتان وخذوا بالسنين الا يعود القحط هذا اللي يهلك الحرث والنسل. وعلى واحدين قال لك اخويا هذا الصيف الان امتان وهذا الجفاف امتي بيك انت الجفاف ما تتقى الملكان ويدرر لك ذي السماء. قالوا خذوا بالسنين
وشدة المؤونة ما حنا يعود الصير ما تريد نحمل الكان يصير البار ما تريد يصير لرقل. هذه عقوبة ثانية. العقوبة الثالثة هو جوري السلطاني يعود عاد ما يندار مسؤول ما عاد الخصم صاحب يظلم الناس ويهمتوا فيها ويقلوا أموالي. شوف الناس ركعات مانع الزكاة طرص عليها مولانا دواء وطرص عليها يقاوم وطرص عليها الطمامع وطرص عليها الغرامات تجي البلدية وتقبلشي وجي الجوتي ويقبلشي وجي الطمامع ويقبلشي وجي كذا 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 وضريبة التجار وضريبة كذا وضريبة كذا تنعوا من حق الفقراء فسلط الله عليهم أقوياء لا يرحمهم. دير لك ذاك ما نقص المكانة والميزانة إلا وخذوا بالسنين الجفاف وشدة المؤونة الصاير ما ينفع وجور السلطان ظلم السلاطين القاهرين العدت انت مستخف من الضعفاء حاضرهم ما عندهم قوة قد يقبوا حق سلط مدان عليك اللي أقوى منك يلين يقلع منك ممتلك هذا ولا ضيك عليها تركب فتك ذا هو الصراص ما تحرك يلين تعطي الصراص لا بد من تقطع كارت كذا لا بد من تعدل كذا لأنك لما تزكي جبرك مولانا السلطة ما ترحمك. دير لك ما منعوا زكاة أموالهم إلا وحبس عنهم المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر إن ما تمنع مد الزكاة إلا أطرس مولانا عليها شيء قالوا القحط لكن الأول قلة البركة للسنين قلة البركة بهذه ذكرة في حال أخرى إذا السنين الأولى كنت أفسر لكم معناها قلة البركة تقول الناس عند الشيار ما ومزيلش معناها زاد منزوع البركة منه وذا قاعد يشهد عليه المعنى اللي وراه ونخرى قال ما منعوا زكاة أموالهم إلا وحبس عنه المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر عظم لا يجيب الصحاب إلا رحمة منه بالدواب ولو أنك ما أحلاك بقرات والله شم النغرة معاك في الأرض ما يجي مولانا الصحاب لأنك أنت لا يرحمك الله تعود عاد الصحاب الله رحمة بالدابة أما أنت ما عندك قيمة عند الله ماذا أنت منع الزكاة يعني نحبس المطر وعليه مادة كاملة تان عليها الحال وعاد المطر ما هو خارج أول شي تفتش يا الله تعرف لعل يعود فيها حقوق للفقراء وخوف ألا ما تعدلها مدرس تو معايا. المسألة الرابعة وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه ما عطلوا كتاب الله عطلوا كتاب الله وشي غريب إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره ما تعود مد الشريعة ما تلا تقعد سوى العام قرآن ما تلا يطبق الحديث ما تلا يطبق إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستنفد معظم في أيديهم قالوا إنه الاستعمار يطرس مولانا عليك دول خرق ومنك وتعود قاعد تقرم الدولة تقبل اقتصادها ولا عدل لا يقول إن من أسباب الاستعمار وتقوية الكفار على المسلمين هو شيء قالوا تعطيل شرع الله ما طبقت الشريعة لا تصلح عليكم مدة تحكم عليكم باللي تبقى شيء غريب شيء غريب. كذلك قالوا عنهم انهم عند ما نقصوا المكالة والميزانة الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وما منعوا زكاة اموالهم الا وحبس عنهم المطر من السماء وما عطلوا كتاب الله الا سلط الله عليهم وفي رواية ما نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا جعل الله بأسهم بينهم شديد يعود العهد اللي قبض عليهم شرع الله ولكن اللي يلتم التزموا به من صل يسلط مولانا عليهم عداوة بيناتهم تلحق الخيمة ما في أذنية لقر شوفوا جاء مولانا السياسة اليوم عاتر خيمة في هذه الأحزاب ولدها مع حزب وابوها مع حزب آخر وامها مع منظمة واجدع مع طائفة أخرى ولا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى خيمة ما متقرب منها ما هو ما هو ما هو زقبها والله شراوط هو المتقرب لو غير كانوا تفرق تلحقهم لا يدايبوا أخبر رسول الله بهذا وقالوا ياتي يكون في آخر الزمان قوم همتهم بطونهم لكن حقهم الله مثل في التوراة سيكون في آخر الزمان قوم همتهم بطونهم حديث راويه الطبراني سيكون في آخر الزمان قوم همتهم بطونهم واحد اللي يتخمن فيه قبال الله شي ينتكل شي ينشرب
واحد تلحق شيء مقف ما يقول لك الوقت لاحق وانا ما اصلي. انتوا ما عندكم شيء نتكلم. اول شيء يبدا به يخرص المرجانيات وياخذ البراد اللي طالع وياخذ الفم طويل جينا ووالك يتلحص لا يوكل الدم. يعني يوكل لباس ولين ما يوكل الدنيا راه يخلص همتهم بطونهم المارة اللي خرجينه وشرفهم متاعهم يعودوا لي يكبروا به ولي يتفخروا به الا الدنيا. ايش عندك انت وايش عنده؟ في واحدين يتفخروا عليات يتفخروا على اصحاباتهم انهم دوشاتهم وفونصهم على انه كابينهم انه جاي من اليابان والخلطة الاخرى فونصها معدل من شور هونغ كونغ الصين. يتفاخروا بنوعية الدوش. قل انتوا ابناء دوشات. احنا الان عندنا مكومة درها من شور هونغ كونغ وانتوا مقمهر في اليابان مالها قاع ماهي الروح. مادة تتفاخر بيناتها بنوعية الدوش ونوعية التبي ونوعية الفراش ونوعية فم الدار ونوعية نوع صالوه شرفهم متاعهم. ولذلك تلحق لك بعض الناس ما يلبس دراعة زينة وتريق دي التسع في الدار وتلحقونين تقعد معاه لكن يمشوا له يأخذوا لك خمس رجالة أطراح البيت. تلحق واحد يخرص قومه ما يخرص فضله ولا يسور عن كذا لا يخرص دراعته وياك ما هي إذن من دراعته وأشبه من دراعته وما زال يتكلم معاك يرقب عينيه في راسك ويقضوا عليك رعيه يخرص نوعية الدراعة شنو. ولين يشوف الدراعة يخرص النعايل ويخرص الحولي ويخرص البصرات ولين يوفى من ذا يخرص الوتر. شرفهم متاعهم معناها يتفخروا والمشرفين به إلا الدنيا ما تفهم قيمة. ليك أكرمكم عند الله يتقاكم هو قاعد تقوى ما هو عنده زينة قاعد ما هو خير. علم شريعة معرفة الدين الله تقوى لله عبادة المولانا فضله لا المهم انك انت ازين منه الباس ازين منك الباس دراعا عاير وتمر الدغنم حتى تلحق بعض الناس صرخ بشدة رف سيد ومرض القلب يدير عضر جايك لا يسلم عليك يجي فيد مفاتيح الوتا. الوتا طرق غالبا ما يلم مفاتيح لان الواحد جاي رافد لكنه متفخر بانه عنده مفاتيح وحتى إذا ترى يكر يقرب المفاتيح لأنه مفاتيحه هي شرفه ويختار سابق مدل كيد ويعقلك على أنه مفاتيحاته أنه موكيفة هذا والي الثورة وخر. إحنا موريتاني حليفة ولذلك هو ابن بنته كبيرة وعنده اللي يلم فيه لو والك قاطع شورك 20 متر وبعد مفاتيحه السرسر ولين يجي لفم الدار لو ما يكر بيديه يكر الله بالمفاتيح وتلقى يمد لك كيده لو قدم لك فيها انه حاكم المفاتيح ويتكلم معك فايده المفاتيح شرفهم متاعهم. امراد من لا يتفخر به لا يدرك عليك لا. مرة نفطر شي من الوقت نعود راكب فتا انا ما عندي وقت نعود راكب مع واحد وهروة تزينة وعدي بالراجل راجل موثوق يسلم علي ومرحبا مرحبا انت ما خرص انه يمرحب واني نتكلم معاه ان هو يقول لي مرحبا هو يخرص الوتر. امرادم اللي يقول له مرحبا عينه على الوتر انا ما هو عينه علي بي اللي من التمرحيب لو عدت على حمار صاريك ما يمرحب بي وربما قاع ما يسلم علي يا غير يقول لي مرحبا مرحبا وهو ليك مرحبا يختار يكرام من وتريني من السماء ويطرح عيد عليها ويعود يقول لي مرحبا وهو يخرص الوتا من قدامه من لورا. هو مرحبا لو عاد ثاني يسكر عينه عليا تخلص للوتا مرحبا بالوتا. الوقيش يا عبد ذي الدنيا عباده غريبه شرفهم متاعهم المار الاخرى وقبلتهم نساؤهم. تعود الناس عاد تعبد الله شهوه الفرج والغريب من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم اللي اعطاه مولانا جوامع الكلمه عبر عنها قبلتهم نساؤهم المراه بالنسبه لهم وشهوته جاء المراه هي القبله كما ان المؤمن دائما يختار يستقبل القبله ويصلي يستقبل القبله ويتلهى يذكر مولانا ويدعى الله يستقبل القبله لكن خالق للمؤمن يحرص على ان يستقبل القبله خالق له هو الا الواحد فيه الا ما تشتهيه فرض يشتهيه فرض. المسألة الرابعة شنو؟ ودينهم دراهمهم ودنائرهم.
الدين مالي بالنسبة لهم انه مازال لا يخرج زمن يعود الدين عاد فيه لقيان. حد عنده شيء ياك ما كيفتو شيء، وحد ما هو عنده شيء ما يسوي شيء. ولذلك اي راجل مشى يخطب امرأة الاول ما يسول عنه وعنكم باط، يعود من اهل العلم ويعود انه متحدى لله يحلم ان شاء الله ويستر بستره الجميع. الاول ما يسول عنه يعني انت عذرك فقير ولا عندك شيء وعالم جليل وتمشي المادة انك تخطب منتها تعرفوا خزيات موريتان. يعني انت عود المرأة الراجل عارف انك ما عندك شيء اولا يسول عنك انت عندك شيء، ان قالوا ما انا الله ما يشطال سبه والله الفوقاني ان قالوا يقرأ القرآن اخيرت واخيرتيك معناها الله يحلم يا الله اللي ببقى بيا النيل اللي نقول لكم الواحد يريد يمس يقول هاي بعد مارت الخيمة قبال مارت نحن قبال انا بعد الله نحلف لكم باسم الله يا ذا عيني ما قد شفت ولا قد احضرت الحل يعدلوا يا غير نعرف الاخبار تعرفوا اللي يقولوا اين يفطر لك الراجل على انك ما عندك شي يقول اخنا عنا والله يانا اللي زين عندي وانت قاعد علي منك كامل وبيانا الدنيا قال عني معدل بيشي وكذا كذا يا غير هذا الزمن لعليات مسؤولين عنهم اللي اماتهم ويبوسك شور لمهك ياكي عرقل القضية والتم اللي معدل كي الكرة البو يمشيك اللم ولم تردك اليبا وذا كامل العلة فيه انك ما عندك خمسة يا غير الصقبال خمسة وقيم جاي يا عمرك عفريت ما تصلي ولا تصوم ولا تذكر الله ولا في خير اللي نقيم جاي يستولوا عنك ينقال من أمن الدنيا قالوا خير تفضلوا تفضلوا والله اللي يجوني من الأوقات اللي يجوني بعض العليات الشاكيات من أزواجهم ولا يبطوا الدنيا ويقولوا علينا الراجل انه كذا انت من تقول لي المرأة وانا قاعد اللي بي خايف من خلال اختار نسلك يا ابوي بي اللي يصبح لي لقد ما صلف يعني يطرحوا لي قدر من عيبه نقول لهم هو اهر ومات لا عنده شيء نقول لهم هو اهر وطاح تيد وبرت ناعق بعض منها يفطن ان ياك عايد روق نقول لهم انهم ما داموا عادوا يقولوا انه ما يصلي ولا يصوم ذاك معناها انه برت ما حد عنده شيء ما هم مسولين يعملوا عفريت من اهل الاخر ويوم طايح حيد ويبدوا يسولوا عن عيوبه ياك يمتلصوا معه احنا موريتانيا الله يحلم. اذا رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا اخبر بخبر فهو كالسماء فوقنا ويالله كل واحد منا يدرب وذنيه ويدرب قربه على كلمة ذكرت له عنا بسلمة يمشي ويصور عنها من يتأكد انها قالها النبي صلى الله عليه وسلم اعرف اعلنك تلقى بها ربك لك الكلمات ترجع له كلمة ثبتت انها قالها النبي صلى الله عليه وسلم والله خبر قد خبر به واجب علينا اعتقاد عقيدة ما تزعزع انك امرا مقضيا لا سمعتوه والله ما سمعت ايوة طيب اقرأ انا مريت بكم شوي ومنه أشرط مجيء الساعة نعم بارك الله قال علينا أن نملي النواجب علينا الصدق بأشراط معناها علامات الساعة قعد أشراط الساعة ثم سامعين بالآخرة هذه الدنيا لان نعود آخر الزمان تعود عاد كلها يفرق تاريخ وتبدأ فيها التبعريص ويبدأ الكون حاسب انه منتهي ويصبح الاسم الفوقهم كيه الباش الفارق تاريخ وعود عادي ينشق قالوا ان الاسم الان انه مولانا دائما يزيد ولا يمقطو انه كيه شمر اشبح ورخي وانه اسمه ما هو ساكن على حالة واحدة انه لا يمسط فيه يعني يلحق نهايته وينشمر حتى يبدأ ينشق وذاك يخلق له الله سابق نهاية الدنيا واستدلوا على انه ينزال قال مولانا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وإنا لموسعون قالوا ان هذه توحي بانها توسعة ممددة التمن لا يتقدم ان يعقب يفرق في نهايته يبدأ يعود عاد مهيئا عن نهاية الدنيا يبدأ في شقوق اذا السماء انشقت ويوم تشقق السماء بالغمام
يبدأ فيه صدوعة من فم يتم يتقدم لي على بقاع يعود لك من فم يقدم له به اللي عاد باش فارق نطوي السماء فرق تاري نطوي السماء كطي سجل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين أني لا بد أن يخرج ما ينفع فيه قارنا أيوة قالوا العلماء الآخرة سابقينها نوعين شكلين من العلامات علامة كبيرة وعلامة صغيرة العلامات الصغيرة ما توفر لقيت عود آلاف وياسر منها ما تخلي وشي منها ما هتخلي والعلامات الكبرى مغير السيلة قالوا انها من الساعة تخلي انك تسبيح اللي انقطع سلكه يعني تبدأ العلامات الكبرى تتم لا متفكر في واحدة له الاخرى على هرها والعلامات الصغرى متفوتة العلامات الصغرى شي متفوتة قد عود بين العلامة والعلامة سنتين عشر سنين ما شاء الله يا غير العلامات الكبرى من الساعة اللي تسنتي الأولى معناها نحسب فيدك ما توفى عنك واحدة ما له الاخرى من الكبراص لأنها معناها الكون انتهى العلامات الصغرى كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا وكان قاعد يمور بها في الكتب السابقة كان يقول نبي الساعة كانوا الأنبياء السابقين النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا نبي آخر الزمان نبي الساعة النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة اللي يخلي أخذ معنا الآخر على تقريب مرة تبرم على الصحابة قال لهم بوعثتوا أنا والساعة كهاتين شوفوا ذي الأصبع هذا الأصبع اللي تحرك وقتك تقرأ التحية والصبع الطويل من أيديك هذه الأصبع الاثنين قال لهم أنا والآخرة جينا من السابقين وسبقت هذا باللي زايد به ده الأصبع الكبير على المتولي هذا هو قد اللي بقى من الدنيا الباقي من الدنيا مازال من عمرها كأنه يقدر بالباقي من زايد به الأصبع الرص شوفوا ما قالوا قال لهم بعثت أنا والساعة كهاتين ومد هذين الأصبعين وهي بالشير القرآن يقول له عنكم علامات الآخرة راهي جات أولاد هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها علاماتها جاتكم أشراطها معناها علاماتها إذا أشراط الساعة العلامات الصغرى سنتات من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الزمن كامل من عنده جاء وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بياسر من العلامات أنها لا تخلق الصغيرة وفات خلق منها ياسر ومزاج أرأي العلامات الصغرى قالوا من علامات الساعة أن يمر رجل بالمسجد فلا يصلي في ركعتين مساهي برقاعي وخضع عليهم آلاف أروقيه لهم ما يخمم قال ومرة قاع يعود المسجد قاع مقفول مسكر هو رحمة حق المسجد ما ينقفل يلا يتم 24 ساعة في 24 فيها أروقيه بهذه الإنسان مطلوب منه العبادة ويلا عود الله يمشي واحد قلبه معلق بالمساجد لهم واحدين اخرين قلوبهم معلقة يتم المسيد الله عامر اما ينقفر معناها انه الناس عندها اوقات ما تجي قاعد بيت الله من علامات قيام الساعة ان يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي في ركعتين العلامة الاخرى قال لهم من علامات اخر الزمان المولي ان يكون السلام على الخاصة عود الله يسلم الله على هذه عظم ضرك الناس عات بها قلة التعود على السلام يعني انت وخاض على لقاه وتسلم عليه خرصك قل لك وعليكم السلام وخرصت اخبارك تسلم عليه لان لقاه ما يعرف لقاه لو متعارف ما قاعد يسلم عليه مبيقة قل يا بنادم يسلم علي هو يعرفني عقليتهم ما هي متعودة ان السلام يعود الا على الخاص لا عاد خاص بك تعرف والله بينك معانا من علامة اخر الزمان الصيفان من اهل النار الى ما راهما قالوا خالقين شكلين من اهل النار اللي بكم اجبارهم يعرفوا انه من اهل النار لعيده نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات وسابقتها رجال معهم سياط العلامات هو سنتين قالوا رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس قالوا منين تشوفوا رجال في ايديهم صواويط يبطوا بهم الخلق ما يرحموا ذوك الخلطة من اهل النار قال ابن كثير في البداية والنهاية وهم الدرك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال معهم السياط والصوت قال الشي اللي نيا خبطك يألمك
يا غير مبرو برواية أخرى قال كأذنا بالبقري إنه كينا واش البقرة وين تخلص ورقة بيبي سات اللي عند بعض الصنادرة ده هو مالك اللي هتقول على إنه واش البقرة اللي عاد خاصة شما وقبي رجال معهم سياط كأذنا بكينا واش البقرة ونساء كاسيات قالوا العلماء لماذا دار العليات المتبرجات مع الرجال اللي في ايديهم الصواويط قالوا هذا من غرائب انه ينين تعود المراه متبرجه وينسكت عنها يسلط مولانا السلطه تعذب الناس وتقهرهم على غير الحق ان عقوبه لهم لانهم ما زجروا الصفهاء عن الباطل ولذلك دار مولانا العلامات مثل ان احببتم ان لا يسلط عليكم القوي فيضربكم بالسياط وقفوا في أعراض المتبرجة ولذلك اجعلها النبي صلى الله عليه وسلم قوتين قاتلتين مدمرتين قوم يقهرون الناس بالضرب بالسياط ورساء مفتنات فاتنات يفسدوا الدين والأخلاق إذا المجتمع انفرق عليه شهوة قاتلة والسلطة قاهرة ولما لا نهي ولا نعرف كاكم فهمتوا الملاحظة دايران النبي صلى الله عليه وسلم شافها قالوا العلماء ما حكمته فجعلوا العلامات الثنتين متناظرات اجوا علاقه قالوا والله انتصر عليات بالشهوه ونفتن بهم اللي يفتن ونسكت المجتمع وما كذا يقيم مولانا السلطه قاهره تضرب توه الى رحمه هذا من العليات الان مطلع صلي كلها كاشحه عن رقبتها وكاشحه عن بطها وكاشحه عن صيانها وكاشحه عن كل شيء ولا ناهي ولا منتهي اجي السلطة خرملي تتكلم ينفر عليه قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات قالوا مائلات قالوا ان العلماء الاولين ما يعرفوه ويعادوا ما يعرفوه تلولوا الشمل ما على الحديث ذا قالوا في ما واضح قالوا مائلات عن الحق مميلات لغيرهم عن الحق أو غيرهن عن الحق قالوا لهم المتأخرين ما نظل رأيهم الصال واحدة تعود تتكع لزرورتها وتتبت إنها نتعود الوحدة مقاطرة هذا من العليات الآن مطلع صلي كلها كاشحة عن رقبتها وكاشحة عن بوطها وكاشحة عن صيانها وكاشحة عن كل شيء ولا ناهي ولا منتهي اجي السلطة خاملين تتكلم ينفر عليه قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات قالوا مائلات قالوا العلماء الأولين ما يعرفوه ويعادوا ما يعرفوه تلولوا الشمل ما على الحديث ذا قالوا فيما واضح قالوا مائلات عن الحق مميلات لغيرهم عن الحق أو غيرهن عن الحق قالوا لهم المتأخرين ما نظل رأيهم الصال واحدة تعود تتكع لزرورتها وتتبت إنها تعود الوحدة مقاطرة تعود تغير من هيئتها وتتكع لزرورتها نوع من لفت انتباه الرجل الذي ينظر إليهن إنها مائلات حقا ومميلات حقا ما هو الميل المجازي ولا هو الميل المعنوي ميل حسي يرى بالعين المجرد عقبك رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يديروا قدر من الذراو على رؤوسهم قال لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إيه معناها أنهم يموتوا على غير الإسلام حد فيه يمارة عند منينة اللي تعود في سكرات الموت تنسحب منه بطاقة لا إله إلا الله يعود عادي لوبد لا إله إلا الله مات لا يراها ما يموت يكون على سوء الخاتمة إذا من حد التصرف بالصفة وجاء مولانا ما تامها أنه لا ينسحب عنه الإيمان وبالتالي مثلا لا يدخل الجنة ولا ليش مريح وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا وفي رواية من مسيرة 500 عام هذه المعرة شفتوها ولا ما شفتوها لا تقوم الساعة حتى يختلف الناس في الأمر من الفريضة فلا يجدون من يحكمنا اليوم انت لو تخرصوا الناس اللي تبكر تقرأ كاملة والمدارس ملانة واحدين كذا
عاد يخلق إن كاف 100 راجل مصلية في 50 يخلق حكم، فلا يوجد من يعرف ذلك. يختلف الناس في أمر من أمور فرائضهم فلا يجد من يحكم. الناس ما تعرف له. الحديث الآخر اللي فيها 15 إذا فعلت أمتي 15 مسألة حل بها البلاء. إنها 15 مسألة نتعدى هذه الأمة نصب عليها البلاء. إذا اتخذ الفيء دولا، الفيء دولا، تعرفوا الفيء شنو؟ هذا المال اللي حامل المسلمين كيه بيت مال المسلمين، ينعد عاد لكن يعطيه الصاحب ويعطيه القريب ويمنح منه الناس أخرى. دولة بين الأغنياء منكم عاد الله يتمادوه الأغنياء والفقراء خالين، والأمانة مغنما، عاد لقاه مموّن في شيء يعتبر نلو. مثل حد قاعد يحافظ على الأمانة، وأحضرك ما تمشي معها 10 آلاف ما أقبلها وفك الطاقة مشي صير بيها وقول لهم طاحت من اللي بنته والله قاعد ما يشوفه. ما تأمن لقاش على 500 ماك حر اللي منه وقعد شي ثاني دولك وما وقد يؤمن. إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما عاد غنيمة، والزكاة مغرما تعود الناس عاد متضايقة من الزكاة وكينا قرامة ما تعطيها ما هو بالقوة مثلا تعطيها من طاعته، وتعلم لغير الدين عود الناس تقرأ تقرأ يا غير ما هو الدين مولا. وأطاع الرسول زوجته وعق أمه، عود الراجل عاد يسمع الزوجة ما تقول له طيح في النار ما وسها، ونين تقول له أمه يا فلان ياك ماني سامح حالك به يقول له تحسينا تحسينا يا حام مولانا. ينين الدور عنده المرأة انها تقيس لاص برماص يسريها ويقطع الهبية ويعدل الباقي، ونين الدور عند أمه روصة منتها يقول لها والله ما عندي باش مبوص، ونين تجيه مولاد خيم تسكنها في الطابق الفوقاني من الفرق، ونين جي همه يديرها في قراج المعيز. أطاع الرجل زوجته وعق أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه. يعود بوه يبعده منه الهيه، وصديقه يمجلس وعاطيه بقية تلحقه دارك يبقى قاعد وحده في الدار يتمنى يجبر وليده يمجلس معاه، ونين يقول له يا وليدي ما رأيتك هنا نمشي ما رأيتك، يقول له لا اسمح لي معايا شي من الأصدقاء وأصحابي دورك ما جلس مع أصحابه يبه يتمنى يجبر منه ساعة ما يراه. أدنى صديقه هو أقصى أباه، وساد القبيلة فاسقهم، تعود القبيلة ما تريد يتقدم عليها الشيخ ما هو واحد مخسور أخبار فاسق ما يدير عليها عالم ولا ولي ولا صالح. خرصوارك موريتاني قبائلها عليها الصالحين والعلماء والفضلاء، يا أخي ما فينا الشيخ قبيلة لعلي يقول هذا متين، هذا قالوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ساد القبيلة تفاسقهم، يعود أسياد كبار القبيلة والناس اللي متقدمة من القبيلة وتتكلم، لكن انت تعيط تلحق العالم عيط له فاسق كار وجاهل ولا يصلي ومخسور أخبار، ويا هو نين يجي العالم يجي يتخطر كيه الذليل كي حد سارك ولا ينعلم به قاع النجاة، ويتري يتكلم يقوم ينبغى الدين له شبر الشباب وشبر الفساق وكلمته ما يهره، ويقول لهم لا حرام ده هما يتقامسوا من مركبو وكذاك، ما انا عارف ذاك مرابطي التلاميذ خليه ينفوت يمشي. يعود ضحكة قاع ضحكة مشيه المجلس فضيحة ما عنده قيمة ولا عنده احترام، والناس تقمش من مركبو تضحك. وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، عدعة الزعامة والناس اللي تتقدم إلا الناس الفسق. لكن إني ترشح إني قيم لك حد من العلماء ويقول إنه مترشح دور يجمع ديار موريتاني وكلها تمتم تحت لكم الفقية مترشح، هذا زاد يخلع على الزمن الفقية الفقية يا الله يعلمنا الأحكام ولا نقع مسوين عنهم ويقرر الطهارة يا غير احنا مولي ما ندور الطهارة بين اللي حد متطهر ما نديروه القدام قسمت ورقاه يقري مادة الأحكام ومعادني تريد يتقدم القدام مال الله نقدموك للصلاة بها اللي ما هي أساسية يا غير نتعود السياسة وشي مهم وحد له يقودنا ما نتكلوها عليك انت ينتكلوا عليك 4 ركعات يا غير وعبادة يا غير ما تنتكلوا عليك العادة
أقدر نديره قدامه وتصبح موريتانيا كاملة ما تدخل على دار. ما قال لك أخويا طارشي في الزمن يا أخي؟ قال لكم من العلماء عادوا هامتكم السياسة. هل هي عقلية موريتانيا يريد تمشي من حدودها إلى حدودها؟ لو قالك حد فيه دي مولانا يرتع عود اللورة والسادة القبيلة فاسقهم مكان زعيم القوم أرضله. ولذلك جاء في الحديث الآخر إن بين يدي الساعة سنين خداع مسابق لآخر قيام الآخرة نهاية الدنيا. بينها سنين خداع فترة من الحياة تعود الناس تجبر فيها الشم الغرائب يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخور الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. صحابة ملا واضح لهم اللي يقول نفسه من قال لهم الرويبضة ما عرفوا ذي الكلمة قالوا له وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال لهم الرجل التافه أو الرجل الفاسق يتكلم في أمور العامة. عود عاد مدى قاعد قدام إنسان فاسر عاصي قم علي فايدة الهوى أريد المصلحة وأنا أريد الإصلاح. يعني كنت تصلح ده أنت خاسر. ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال لهم الرجل التافه الفاسق يتكلم في أمر العام شاهد أخبار المسلمين وفيدا لكن صح ذاك ما يصح ذاك معلوم ذاك ما كذا. هو من الناس لا يحسن طهارة ولا دين. هو دين مولانا ما يفاصل فيه قبل الأبد عاد ذاك يصدق فيها الكاذب حد كذا يدين. ولكن إلا أن يقول كلمة يتم ويصفوره. شفتوا أخ بعض الناس يعود ليه صفق المسؤول ينعدل ياخ زيات ما تفطرون يقبل جريد والله تعقب ويتم يفركك تسمع أنت طرق طرق يحزن لك الناس ياسر وهو اللي الجرايد نوع من الخزيات غريب. عكم أخي تسمعوا شي من الناس اللي يصوت طرق 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 ذاك ما هو ليدي ذاك الكرن ذاك الجرايد ويتعود تختار تفرقهم وتعرف أنهم اللي مجمعين له ما هو خير إلا حنيهم يشمعوا قول الله أكبر ما تقولها ما تفرق تجمع اللي كان يتكلم ويلقي خطاب دورة ليلة ودر مدى يرى الصف شو ودار يبقى والغريب انك تلحق لي إما لاوين أعمائهم وحاضرين للتجمع عندما يتكبر ينخلعون إلى التكبير اللي ما هو في المسيد بعد يخلع يحوزوا ومرة ينقالوا يرصفنا في ذاك الصندر يقول لك تجي تقول شنو هو ما اللي خاف لا ينفضح ان حد محكوم عن يكبر ذاك يا خلع يقول له شو الا تكيسك معنا لا تتكبر باش تعرف على انه ما هو على بابه لا تكبر يا غار صفق لاني صفق يا ضحانك انك ايه رانك الحمد واعر لا تسمعنا الله اكبر الله يحلم هذا عنكم ان اطرح ناطق تقعد معه اموري تاني يقعد باريس غير بالكم هو الله وهذا هو المكرهني في المهرجانات انه اذا ذكر الله وحده اشمئزت واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون يريد تذكر عظمة الله يفسد ويريد تذكر ما دونه ومن دونه يستبشر يريد يتكلم الكذاب يصدق ويريد يتكلم الصادق يكذب يريد يتكلم حد من اهل الفضل قالوا اذا خارج عن الموضوع ينسحب من الميكروفون وحاني ضرقش من المهرجانات وقوف وقول لهم ايه السلام عليكم لا يبقى أن مرة مختلطة مع الرجال وكل الدير عليها الباسة واللي منها مشات الباسة رقيق ما ندوروها ولا قالوا ما تقولها ما قالوها أمنا دولي خسر عين الجماعة احنا ندوروا الكنية احنا ندوروا الشعبية هذا ما يقدر يصلح لأمنا دم متزمت أمنا دم ما هو طبيعي احنا ندوروا حد يكثرهم ولو إلى النار ولا يدوروا لقاس عجر فيهم المنكر. هذا هو اللي محقرني أنا في الرواية اللي ممكن باقي يتأكد سابق يموت يفرفر ذنين يفرفر دور الشوم الحقائق ان هذا كامل ولا استثني ما في شيء تطرحه الى الميزان مقام العياط كلام الحق ما ينقل ولين تقول شو من الامور اللي أيوة. بس لك تعرف رواية حد كامل شفت واحدين يقولوا له كذا ويقولوا له كذا قول له والله يحشرك معاه حضرك شفته كان مدافع عن مرشح قول له سائل الله انه يحشرك معه لاني تقول هالو مرة قاعد ينطلص منه ما هو فالي ما هو فالي فيها ولا ما قال هذاك بلسان ودارك ومرة يعود به الجرع يقول لك امين يا غير تفطل وتغير شامل معناها يا مولانا الله لا استجب ها
هو من نفسه خايف لعله يروح لي يداري معاه به اللي فطرته ذاك اللي فيه من اللي ما يعرف انه حتى معاه ويرو يا هو ماشي معاه يدور قيادته يدور ارتزاء. إن بين يدي الساعة سنين خدع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمر الخائن ويخور الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ الرويبضة قال له قال هم الراجل الفاسق اللي فيدد في أمور لما لما يتواسوا لحلال ولحرام ولك. الله يحلم. إذا أشراط الساعة إسقالات جبت لكم شي منها. يعود الصادق يكذب والكاذب يصدق والخائن يعدل ما كذا ويتكلم فيها الرويبضة. هذه المارات شفتوها واضحالكم ايوة تعالوا. ثم الصل علامات الكبرى سألنا الله أنه لا يوخرها له لا يجعلنا في ذاك قاع بالعافية. قال صحيح مسلم ان اولها تطرأ الشمس من قبل والله تنبلص للناس الدب هي الوقت تبارك الله ضيق. انا لك في قاع اثنين نذكر نماذج من الصغيرة وتوما ها من قاع حصرها اسمعوا هي قر قطع الدرت بحثوا خارجين دروس الى عاد وما قابلتهم سنترال ادارة لمن قفرت عليهم وصادرتهم الفترة ماضية قط تكلمت فيهم على شيء حوالي 600 علامة الله به اللي عد الدروس وانا لقطها واحدة واحدة نجمعها من امهات الحديث واقاويل اهل التحقيق حاجة اللي انها عدة ليالي وفي دروس اخرى متفرقة اللي العلامات الصغيرة ما هي على كبير يا رخ لعنا يا ضاعم شيء الشريطة تضيع والناس ما هي ضباطة. بالنسبة للعلامات الكبرى منها لا هي تطلع الشمس من قبل ولا هي تنبلص دابة ترقي تتكلم عن ناس كي شرط البارح ولا هي شيء قال له الدخان وقيل انه هو الشارل مولانا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم لا يبقى البين اسمه وترابش من الدخان ما نقال تنفس لا تقلق نفسك في رواية ما معروف يشن من ثم جيشين قال له الدجال من ثم جيشين قال له يا جوجة وما جوجة وتم العلامة في العلامة ان يجي المهدي المنتظر ويجي عيسى بن مريم وتم الأمور تتطور ان يجي اذلة خسوف اذلة انواع من الزلازل خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب اهل الزلازل الا تفوز على شركيه دولة وتديره في التراب تمحيه من الخريطة فيه عين وعينكم بعض الزلازل اللي يمحي دشرة وعود كانوا فيها الجبال يدخلهم في الارض ويطلعوا كدخرين ما كانوا على وجه الارض نوع من الزلازل يخفي الجبال الموجودة ويظهر بدلها جبال. فهمت هذا الكلام ولا ما فهمت؟ طيب شوف الليلة الحمد لله ما قال فايدة كيف تذكر الليلة الحمد لله معناها انه اللي من الليلة ما هي نستريح ان شاء الله تعالى ان نعود ليلة الحد ما هي نواصله يا كان إذا تابعنا حتى نقد نجيبه شمذي الماير اللي قدامنا ما نعرف وين تجينا ودمت فاصل لنا اللي قدامنا خاصة العقيم طبعا معايا. شوف هذا اللي نقول لكم إياك اللي تفهموا كاملي يوضح لكم الحمد لله كاملي الحمد لله. شوف اللي ممكن ما يضبط يتم يقبض الشريط ويقبض كرمة ويكتب ذا اللي يسمع وذا اللي في الشريط يطرحوا حياه ما حد الشريط موجود نعم ما هي ولا ضاع الشريط والله متدق والله خسر يعني حكاك عندك شريط ترجع الشريط أعطاه مولانا قاد يبقى وراك في الدار ما هو أجنبي خايف منه ولا هم رابط يتخلصوا قياتوني ما تخلصوا لا يمشي عن الدار والشاشرة وتعود عقاب الليل تعبان تعود تصنت ويكرر لك الدرس ما يفتر ولا يقول لك أنا ضرق نايم نقز على القيل تم لا تبدل وتقلب ولا عليك انت بالباتري وذاك لو خرمه فيك وتعصر على بوتوت
يتم يكرر لا يعني دار مولانا ذي الآلة معناها يا عباد الله لعل تعود لا يتوقف الحجة على الناس إن قال لهم أعطيتكم آلة وسخرتها لكم يا غير ما استخدمتوها في طاعة مولانا يعني عادوا هالباطل ما يملوا من الأبنات في الهول واردين والعيال والدانسي لا تملوا انتوا من السماع لكر مولانا اللي مكم من اللي يسمع الشريط مرتين وثلاثة وضبطوا إلى وذا الحد هاني محتاج له يعطيه له يعود عارف انه لا ينتفع منه ما ولا يخصه أي وين تعود أرجع دار عندك شريط لا تعطيه لا تعطيه حد أطلب منك شريط لا تعطيه وحد أطلب منك كتاب لا تعطيه تعرفوا بس طبيعة الإنسان أن تعطيه يطرحه ويثمونك أنه حصل عليه ويتم اليوم مقدنين يفوت الزمن انت ما ريته وما انتفع ونين تعريه له يتعود كأنك كرفصته يفرض عليه الطلع لذل فيه إذ ذاك يستفاد ورد لك انت لص الإنسان لما تصرفه يتمونك ويتكيقع ويقول لك والله يتبارك الله وحصلت راعي عندي البان داك زادك تساعين بها راعي مطروح ويتم مطروحه هو اللي مطروح بلاي داخرة يفوت الزمن مرقوا إذا كنت هو ما انتفع يا غير الظرف وقول له الكتاب عاريه لك إنك لا تشوفه نهار الفلاني والله كذا وتردوا لي يا فارض عليه صجب له شو من وقت إذاك يقرأ هو ويرجع لك أنت أصلا أرانك إني تتأكد صنع على بابه وأنه جدي بقد ورانك تعال معه يا غير مجرد تعطيه له أرانك فرطت فيه ما لك مر وهو اللي قريته مولي عدها غالبا هذه طبيعة الإنسة فهمتوه ولا ما فهمتوه أيوة طيب انتهى الدرس ها حاني شوي اللي له رغيت الأسئلة يسلمك والله انت اللاني مثل قاش وشك من السؤال ما تلقى الصبر ايوه شو ما دام هذا حكم مفسر قاه محتاج له حد مشاول وهل وجيهم يحاولهم شي من همه هو ما يعرف فرض عينه يعني نعود البليدة لله يجيها ويحدد لهم وما فيها الهم فيها حد من أهل العلم يقد يقره الأحكام يقيسه ويتم يقرأ ويسبق لقراية على الهم وقته صايب في الليل دور يهنى ما أترى حارث ولا أترى تاجر ولا أترى سبة يخصصها لقراية في ظرق الحمد لله بعض التجار يظلوا فاتحين وهم غربهم يحوزوا على مسجد والله ما حضره والله فقيه ويقدموا عليه كتبة ويباتوا قره مع أصبح لا يطلعوا للشقل وهذا الحمد لله خالد رجاه يعود متفقرش ينظم وقته ويقد يعدل لك كام إلى عاد ملاك احنا الحمد لله فتنا هون عدلنا درس 60 شريط على الأخضري أقبل معاك للشريطة وبالحسانية وتم افتحها لا عنك اللي ضروري كي صلاتك إياك تعرف كيف تصلي ولا عاد شاكل عليك شي تصور حد حتاك يقد يعود يفصل لك يديك واسمع الحمد لله منها وراهي لله الحمد ومشات شور الخارج ومشات شور بليدان وعليه أقرأ وتوف أرقاه يعود هامه هو يقرأ ما هي الحمد لله إليه تخص ولين يتملى اليوم مقدة والنهار الأخر يخسر ذلك كان ولا يصلح هذا اللي يقول خمس بخمس إلهي عيط منه تبارك الله قلتها بعد شوفوا خمس بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حيث يعملوا بها علانية إلا فشافهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن معروفة بأسنان وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والشدة في المؤونة وجور السلطان وما منعوا زكاة أموالهم إلا وحبس عنه المطر من السماء ولو البهائم إلا بروا وما عطلوا كتاب الله والسنة نبيه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستنفد بعض ما في أيديهم وما نقاضوا عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بلهم شديد أي خمسة تو ما ترقلوا ما ترقلوا أي وشوف السلام ما في يسير الصيصل خارقة يسلم خارقة شنو هو سالة لا تقول لك سلام ايه تجد تقول سؤالك يا غير ما ممكن تفير مدى الجاي مش راح يسلم خليهم وتقول انك جاي عندك مهم ولا رايت حد يفتيك فيه كيف ذاك الاخر ما ينقل سلم قد عود حياك واحد هم من اهل الفصالة حامي فيه الدم يضايقك موريتاني ما تبقى حد يقول لها الحق الله ياسر منها بعد قولوا لي اعتنا عرفون قولوا لك يا اخر ايه شوف يسلمك نهي نقول لك شي
غدا ان شاء الله في الاحيان مولانا صلي معايا العصر بيالي نفتح لك باب دور واحدين هون الله يصمت. ايوه صلي معايا العصر الى عاد عندي الوقت وعنك بعد الدين لا يعود حامي الى عاد تصايب دورنا نفتح لك المجال ونصلنا لسؤالك اني نفهمه ونعود ماني تعبان ولك ان شاء الله عندي من جواب دور نقول لك ممكن في ان شاء الله ويعود ام اللي ما نعرفه ونقول لك ما نعرفه حنيني خرص لك فيه. ايوه يبارك فينا وفيك. ايوه شوفوا ناين عدلوا الدعاء والبين الناس معلي منها يجدد وضوه ذيك الامور نعدلوا الان والبين عن الناس تتهيئ نعدلوا الإقامة ونعود ان شاء الله نصلوا وليلة الحد القادمة ليلة الحد ان شاء الله هي موعدنا نتابعه ان شاء الله. شوفوا 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 مرة مرة نقول لكم كلام ما هو كلام تي تبتموا تسمحوه لي اسمعوا ومرة مور ام اللي مارة مانعة اللي جبرته من اهلها يقولوا له اسمح لي فلان ولا اطرح مارة ونحن ان شاء الله ندور الله الاصلاح يا غير ام اللي الا ذاك اللي قال مولانا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا عود مخلوق تخطى الحدود شيء يدور الخير يا غير تخطى الحدود وسالين الله انه يغفر ان شاء الله وحنا كاني متعاونين وطالب منكم دائما ونكره عليكم لعل نسهل لا تنسوني من صالح الدعاء والنمو لنا يحاولنا بالعافية والتيسير والحفظ من كل مكروه كان نقدر نتم مواصلين مع هذه بقية الأمة المحمدية إن كان مولانا يفتح وهي وتعود الناس كاملة عاد مبلغة عن مولانا وعاد دعاة كاملة وعاد تحب الخير كاملة وعاد ما فيها حتى أكل ما فيها حتى أكلها على أحد. ايوه ان شاء الله نختم بالدعاء. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والاكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. اسالك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك اسالك اللهم بذلك كل لا تترك لنا منبر الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تترك لنا منبر الا غفرته يا ربي لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته لا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا. يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا ولا مرضا الا شفيته ولا مرضا الا شفيته ولا مرضا الا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته. يا أما لا تترك لنا حاجة من حوائجنا والأخرى وأنت أعلم بها إلا قضيتها لنا وباركتنا فيه. اللهم اقضي ما في علمك من حاجة. اللهم اقضي ما في علمك من حاجة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. يا ربي حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. عافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما اعطيت. قنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم خلص اعمالنا واقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق. اللهم خلص اعمالنا من كل ما لا يرضيك. اللهم خلص اعمالنا من الرياء والنفاق والشقاق وكل ما لا يرضيك انك سميع مجيب. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا على الواسع مبارك عليه. اللهم اجرنا من جميع المكان. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم ادم علينا جميع النعم. اللهم ادم علينا جميع النعم. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميع النعم. اللهم ببقائك ودوامك ادم علينا جميع النعم. اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات إنك مجيب الدعوات. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم جنب بلادنا كل محنة وكل برية وكل رزي. اللهم من تعلم أنه يريد بهذا البلد خيرا ورشادا خذ بناصيته إلى الخير والرشاد وقيض له البطانة الصالحة وأعنه ومكن له في هذا البلد وخارج هذا البلد. ومن تعلم أنه يريد بهذا البلد فسادا وإلحادا نسألك أن تبعده عن الحكم في هذا البلد وحر بينه وبينه كما حرت بين السماء والأرض. اللهم من تعلم أنه لا يريد بهذا البلد خيرا نسألك أن تزيحه وأن تبعده وأن تقطع عليه كل طريق وأن تبعده من كل نجاح وأن تشغله في نفسه. ومن تعلم أنه يريد بهذا البلد رشادا وسدادا
أن تؤيده وأن تنصره. اللهم من تعلم أنه يريد بهذا البلد خيرا ورشادا مكننا وله واعنا وعن، ومن تعلم أنه يريد بهذا البلد فسادا وإفسادا حل بينه وبين حكمه كما حلت بين السماء والأرض. اللهم هذا دعاؤنا، وأنت علام الغيوب لا تخفى عليك خافية، وأعلم بمن يصلح ومن لا يصلح. نسألك بعلمك بخلقك من تعلم أنه يريد بهذا البلد تمكينا لشرعك وحكما بدينك وعملا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مكن لنا ولا واعنا واعن وانصرنا وانصر، ومن تعلم أنه على خلاف ذلك حل بينه وبين هذا البلد كما حلت بين السماء والأرض إنك سميع مجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اجعل دعانا الأوراق، اللهم اجعل دعانا الأوراق. اللهم مكن للمشاهدين في كل مكان، اللهم مكن لنا وللمشاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم كن لنا وليا ولهم وليا ونصرا. اللهم يا مغيث واغثنا واغث، اللهم يا مغيث واغثنا واعن، اللهم يا مغيث واغثنا واغث واعنا واعنه، وكن لنا ولهم وليا ونصرا. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حسودا إنك سميع مجيب. اللهم يا مغيث أغيثنا وأغيث المجاهدين، اللهم يا مغيث وأغيث المجاهدين، أغيثنا وأغيث المجاهدين أينما كانوا وكذا ما كانوا. اللهم ألف بين اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين أينما كانوا وكذا ما كانوا. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب أوليائك أينما كانوا وكذا ما كانوا. اللهم اجعلنا ممن يحب فيك ويبغض فيك، يوالي من واليت ويعادي من عاديت إنك سميع مجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين كل بلية ورزية، اجمعنا على كلمة التوحيد وعلى العمل الذي يرضيك عنا. اجعل بلادنا من أحسن البلاد، اجعل آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، ونحن عن أزياغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصحاب شؤوننا. اللهم من وليته أمرنا فأصلحنا وأصلح وقيض لنا وله بطانة الخير، ومن تعلم أنه لا يريد بهذا البلد خيرا فابعده عنا وعن بلاد المسلمين إنك سميع مجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك، اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.